تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. يعني بداية كلنا كده حاسين بموجة البرد وبداية انخفاض درجات الحرارة تحديدا في فترة الليل، أخبار الجو النهاردة وهل انخفاض درجات الحرارة ده هنشهده خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله؟ هو بالفعل احنا بنشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة، وخاصة في فترات الليل، وخاصة كمان فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. يمكن كمان احنا الأيام الماضية كان عندنا نشاط رياح على مدار اليوم كله، وده حسسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. خلينا نقول ان النهاردة سرعات الرياح هتقل عن الأيام الماضية، فاحنا هنحس معاها بالاستقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير. قيم درجات الحراره خلال فتره النهار هتعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. العظمى على القاهره الكبرى هتكون 28 درجه مئويه. ما زالت مصادر الكتل الهوائيه المؤثره علينا كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل هوائيه معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها. لكن احنا خلال الايام اللي جايه ممكن النهارده هنحس ان الجو اتحسن من ناحيه الهواء، يعني من ناحيه وجود نشاط للرياح، جو استقر بشكل كبير. الاجواء فتره النهار هنحس ان فيها دفء او اجواء مائله للحراره في معظم المحافظات الشماليه، حاره في المحافظات الجنوبيه، ده فترات النهار. لكن فترات الليل هيظل فيها الانخفاض الملموس والملحوظ في قيم درجات الحراره. ده هيستمر معانا يا دكتوره لحد امتى ان شاء الله؟ ده مستمر معانا يمكن على مدار الاسبوع اللي جاي ان شاء الله كله. على الاقل احنا عندنا فترات الليل هتظل فيها قيم درجات الحراره منخفضه، يمكن فترات النهار ممكن نحس فيها ببعض الدفء. في الاحوال بالظبط، لان سرعات الرياح هتقل، فبالتالي هدوء سرعات الرياح هيبقى موجود معانا، هيحسسنا بالدفء فتره النهار، وخاصه مع وجود اشعه الشمس. لكن فترات الليل هيظل فيها البروده. طب بالنسبه لحركه الرياح، كلنا حسينا وتابعنا الفتره اللي فاتت كان في نشاط للرياح، ده هنشوفه اكتر خلال الايام اللي جايه والاسبوع المقبل؟ لا، هو بالعكس، نشاط الرياح هيقل خلال الفتره اللي جايه. يمكن النهارده يمكن سرعات الرياح الايام الماضيه وصلت في بعض الاماكن ل 45 كيلومتر على الساعه. احنا يمكن النهارده سرعات الرياح ما بين 30 ل 35 كيلومتر، وكمان هتبقى في فترات المساء وساعات الليل، يعني مش على مدار اليوم كله زي الايام الماضيه. فهدوء سرعات الرياح او اعتدال سرعات الرياح خلال الايام اللي جايه ده هيحسسنا بالاستقرار في الاحوال الجويه. يعني احنا نشاط الرياح اللي كان موجود معانا الايام الماضيه هيبدا يقل بشكل كبير، يمكن النهارده وبكره وعلى مدار الاسبوع اللي جاي باذن الله. لكن هيظل معانا، بس ناكد، هو انخفاض قيم درجات الحراره، لان احنا الصغرى فتره الليل بتسجل قيم درجات حراره 17 و18 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. لو أنا في مدن جديدة أو أماكن مفتوحة كمان هلاقيها أقل من أكتر. طب عايزين من حضرتك نطمن على حالة البحر وبالنسبة للأجواء في المدن الساحلية. احنا طبعا الحمد لله مع هدوء سرعات الرياح، او لما سرعات الرياح تقل ده دوره هيؤدي ليها اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، معتدلين مؤهلين اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر على البحر المتوسط، وايضا البحر المتوسط ما بين 1.5 ل 2.5 متر، فالبحرين مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ايضا الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط يمكن الايام الماضيه شهدت سقوط امطار خفيفه في بعض الاماكن، كمان الامطار اليوم وعلى مدار يمكن 72 ساعه اللي جايه فرص الامطار بتتلاشى من كافه المناطق الموجوده في الجمهوريه، فبالتالي الاحوال الجويه استقرت بشكل كبير في كافه محافظات الجمهوريه. مفيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه موجوده معانا يمكن على مدار 5 أو 6 أيام جايين بإذن الله. نخلي بالنا بس، وبنأكد على كل السادة المواطنين إن احنا نرتدي ملابس خريفية، خلاص نتخلى تماما عن الملابس الصيفية، وخاصة للأطفال الطلبة هم رايحين المدارس. حتى احنا لو بنخرج في فترات الصباح الباكر لازم يكون معانا جاكيت خفيف، أو بنرتدي الملابس الخريفية، لأن خلاص
البروده فترات الليل مش هتروح تاني، يعني احنا خلاص ما فيش اي موجات فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره وخاصه فترات الليل. فتجنبا لنزلات البرد لازم نغير نوعيه الملابس في الملابس الخريفيه، ونتابع النشرات الجويه لان احنا ما زلنا في فصل الخريف، هو فصل التقلبات الجويه الحاده صحيح، ده كلام مهم جدا وبنأكد عليه يا دكتوره منار، فكره التقلبات الفصول مع بدايه الخريف. زي ما حضرتك قلتي كلنا نحاول نتقل شويه بالليل، واللي خارج مشوار بالليل يبقى على الاقل معاه جاكيت في العربيه. كلام مهم جدا وكلام لازم نأكد عليه. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. نروح مع حضراتكم نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في كافه محافظات الجمهوريه، والبدايه من القاهره اللي بتسجل العظمى 28 والصغرى 18، العاصمه الاداريه العظمى 28 والصغرى 17، اسكندريه 20 27 العظمى في العالمين الجديده 27 20، مطروح 25 21، دمياط 27 19، بورسعيد 27 23، الاسماعيليه 25 18. نروح للسويس، العظمى بتسجل 29 والصغرى 19، العريش 27 والصغرى 15، كاترين العظمى فيها 24 والصغرى 5 درجات، طبعا دي اقل درجه حراره على مستوى الجمهوريه. طابا 27 16، حلايب 29 22، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 30 22، الغردقه العظمى 30 والصغرى 19. نروح مع حضراتكم لمحافظه الفيوم 28 17، بني سويف العظمى فيها 28 والصغرى 17، الوادي الجديد 29 16، اسيوط 29 15، سوهاج 30 16، قنا 31 17، الاقصر 32 16، اما اسوان فبتسجل اعلى درجه حراره على مستوى الجمهوريه طبعا 34، ودي اجواء دافئه في محافظه اسوان، اما الصغرى فتسجل 18 درجه مئويه.